السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برحب بيكم معايا في الجزء الأخير من ورشة ماي دريمز. طبعا اختلفت عن اللي انتوا شفتوها بصراحة، يعني حابين نعمل شوية أفكار كويسة. وبصراحة الورشة كل ما بكمل فيها كل ما بجيب أفكار أكتر، لكن هوقفها عند الحد ده يعني علشان ما تطولش أكتر من كده. نشوف النتيجة اللي احنا عملناها دي اللي احنا هنشتغل بيها. زي ما احنا شايفين، خلينا التكست تاخد كأنها فعلا في المية بالظبط، نفس الحركة بتاع المية. هنعمل الووتر سيرفس، هنعمل الفول اوف لايتس، هنعمل الأرضية اللي بتتحرك على أرضية المية، هنعمل البارتكلز الصغيرة قوي اللي بتبان كأنها فقاقيع في المية. شوية تكنيكات كويسة جدا هنتعرض لها في الورشة دي إن شاء الله. يا رب بس أهم حاجة إنها تعجبكم وتستفيدوا منها بإذن الله. تعالوا أهم حاجة نعمل سيف للبروجكت بتاع ماي دريمز، ونروح نعمل نيو بروجكت، نبدأ فريش، نروح لإديت بيرج اول عشان نتأكد إن احنا مفيش أي حاجة في الرام. بالمناسبة بس أنا في الجزء ده هستخدم سكريبت صغير اسمه اف تي تول بار. على فكرة مش مهم إنك تستخدمه، بس أنا بحطه كاختصارات لبعض الافكتات بدل ما اقعد ادور عليها هنا، نزلتهم هنا كاختصار. هروح لكمبوزيشن، نيو كومبوزيشن، واعمل كومب جديده وهسميها ووتر كومب او كومب خاصه بالووتر. اعتقد ملف السينما اللي كان طالع عباره عن 290، نقول 300 فريم، ونعمل اوكي. بعد كده عايز اول حاجه اعملها اعمل الووتر او السيرفس ووتر اللي احنا شفناها. اروح للاير نيو سوليد او اعمل كنترول واي وهسمي دي ووتر سيرفس. بعد كده هحط عليها افكت الفورم اللي هو تراب كود فورم. بالمناسبة الووتر ممكن تعملها ببلاجن البيسيونامي لو انت حابب، بس يعني احنا قلنا نعملها بالفورم. هروح لأول حاجة البارتكل، لا سيبك من البارتكل الأول، نروح للبيس فورم وهسيبه جريد زي ما هو، وهخلي الاكس طبعا كبير. قبل ما اكبر الاكس اخلي البارتكلز على زد بواحد بس. ليه؟ لأن الفورم نفسه عبارة عن جريد لاير. لو انا رحت للكاستم فيو وخدت الكاميرا تول وجيت عملت كده، مفيش كاميرا، طيب نروح لنيو كاميرا مختصر بس. زي ما انتم شايفين هو عبارة عن تلات ليرات من البارتكلز. انا مش محتاج التلات ليرات، انا محتاج لير واحدة فقط. اذا انا هروح على الزد بارتكلز واخليها بواحد، مش هتبقى صفر على فكرة، والا مش هيبقى فيه بارتكلز. مبدئيا طبعا السيرفس ووتر وشه لتحت، اذا انا هروح اخلي دي على الروتيشن على زد ب 90، وطبعا هكبر الاكس سايز، كبر يعني ممكن اقول له 1.5، وهروح على الواي سايز برضو اكبر اقول له 5000. بعد كده عايزين نزق اللافندي ده لفوق شويه، او نزق الفورم لفوق شويه. طبعا عايز اعمل له اوفست، ما تزقش السوليد، لا عندك في الفورم والبارتيكولر في حاجه اسمها وورل ترانسفورم. لو رحنا للاوفست على الواي نزقه مثلا قد بتاع حاجه كده مثلا، ناخد ديبث او ناخد عمق. طبعا نطلع فوق بقى نظبط البارتيكلز. طبعا البارتيكلز دي قليله جدا، ممكن اخلي دي وليكم مثلا 750، ودي ولتكن مثلا 350، ما شاء الله حبة حلوين قوي. بعد كده عايزين بقى نخلي دي عبارة عن ويفز او امواج. ممكن على فكرة لو انت رحت للفراكتال فيلد هتلاقي عندك ديسبليس. لو عملت كده هيدي لك الامواج اللي انت عايزها، وعشان تمشيها هتمشيها بالفلو. الفلو هنلاقيه في الفراكتال فيلد. فراكتال فيلد ادي فلو اكس واي زد. ممكن لو انا عملت كده
همشيها، بس مش اللي انا عايزه، ومش هتبقى مش هتديني الافكت اللي انا محتاجه. طب الحل، الحل ان انا اولا مش هعتمد على الديسبليس دي، هخليها زيرو. هشتغل باقوى حاجه بصراحه في الفورم اللي هي اللاير مابس، انه بياخد البارامتر بتاعته من الوان سوليد تانيه او درجات لون سوليد تانيه. اللاير مابس على فكره بتشتغل لكالر اند الفا، بتشتغل للديسبليسمنت، طبعا انا عاوز ديسبليسمنت، للسايز ممكن اتحكم في السايز، الفراكتال سترينجز اللي هي التشوهات، الديسبيرس التشتت، الروتيت اللي هو الروتيشن. سيبونا من الكلام ده كله، انا هشتغل على الديسبليسمنت. هروح لكومبوزيشن جديده وهسميها ديسبليسمنت ماب، كنترول واي، وهسمي دي ديس ماب ديسبليسمنت يعني ماب، وبعد كده احط فراكتال نويز. هروح بعد كده للفراكتال نويز، مش عايز منه، هسيبه زي ما هو كده بالظبط، الا لو انت عايز تعمل ديتيلز ممكن اروح مثلا اخد ده اخليه سبلاين يديني شويه ديتيلز حلوه، ممكن الكومبلكستي اخليها مثلا بتاع 8 تديني ديتيلز كويسه، ممكن اروح للسب سيتنجز واقلل السكيل شويه بحيث انه يديني موج قريب من بعضه، ممكن السب انفلونس ازوده شويه بحيث يديني كونتراست حبه، ازود ده كده. كل بص كل ما بتقلل كل ما ديتيلز بتزيد، كل ما بتزود كل ما ديتيلز الى حد ما بتخف شويه، دي كويسه. نعمل كده بحيث ان انا اعمل شويه كونتراست. حلو قوي. طبعا عايز احرك الايفولوشن اكيد، يعني عشان احرك البيكسلز يبقى هروح لالت كليك وهقول له تايم في مثلا 200 ولا حاجه، واعمل ريندر عشان اشوف الريفولوشنز او الايفولوشن او الفوران بتاع النويز، هنلاقيه ب الشكل ده كده. حلو. احنا شفنا في البريفيو اللي احنا شفناها ان المايه دي كانت بتتحرك عليا، يعني جايه في اتجاهي. طيب طالما جايه في اتجاهي يبقى انا هحرك النويز ده عشان لما اخده كماب للفورم الفورم كمان يتحرك. ودي الميزه في اللير مابس على فكره. طيب عشان احرك النويز او الفراكتال نويز انا محتاج ان انا اروح لترانسفورم، من ترانسفورم عندي اوفست تربولنس، اوفست تربولنس. هوريكم طريقتين لموضوع الاوفست تربولنس ده. لو انا عملت كي فريم هنا ورحت لغايه الاخر ورحت عامل كده هتتحرك. لو انا عملت كده تمام اتحركت وتمام التمام ومية مية. طيب لو انا عايز احركها حركه دائما متغيره، يعني الحركه دي حركه ثابته، الحركه دي حركه ثابته، طب انا عايز الحركه تبقى اوتوماتيك من غير كي فريمز، في حاجه حلوه قوي ان انا اعمل اكسبريشن تايم. طب بس خلي بالكم من حاجه كده، بصوا لو انا عملت الت كليك قلت له تايم في 100، بصوا اللي هيحصل. ايه اللي حصل؟ ولا حاجة حصلت. ليه؟ أولاً اكسبريشن تايم عمره ما هيشتغل على اتنين بارامتر، لو أنت وقفت على دي كده تمام وقفت على الايرور ده خلاص كده ايرور، معنى الايرور ده إن أنت عندك الاكسبريشن ده غلط تمام، حتى هو إيه قفلك؟ لا ما قفلهاش يا ربي، لو أنا جيت وقفت كده مش هيديني حاجة، بس معنى كده الاكسبريشن ده مش شغال. ليه؟ أولاً تايم ما بيشتغلش على اتنين بارامتر، هو بيشتغل على بارامتر واحد بس، يعني على قيمة واحدة. طب اشتغل بيها ازاي دي بقى؟ شيل دي كده خالص وتعالى للاوفست تربولنس، اعمل الت كليك عشان نجيب الاكسبريشن. دلوقتي اللي انا عايز اعمله انا عايز اشتغل على الواي بس، مش عايز اشتغل على الاكس. يبقى انا هعمل ايه؟ هاخد البيكوب دي واودي القيمه بتاعت الاكسبريشن ده لاكس بس. خلي بالك انا ما عملتش كده، انا بعمل كده على اكس. سيب كريت لك ايه او عمل لك ايه؟ قال لك تمب بيساوي القيمه دي، التمب ده متغير هو هو حاطه. انا هقول له لا يا سيدي، التمب ده اللي هو القيمه اكس، اذا اكس هتاخد القيمه دي. طب كده خلصنا من اكس، معنى ان اكس هتاخد القيمه دي، اذا انا ثبتت الاكس عند قيمه 600
واربعين. الواي بقى دي اللي انا عايز اشتغل عليها. الواي دي اللي انا عايز اشتغل عليها. اذا الواي هتساوي قيمة اكس، الواي هتساوي او القيمة، القيمة الكلية هتساوي او الاوفست تربولانس كلها على بعضها هتساوي الاكس طبعا والواي، صح؟ لا، هقول له فاليو، فاليو معناها خد لي القيمة الحالية اللي موجودة في الاوفست تربولانس اجمع عليها الاكس اللي هي دي اللي هي جايه لك من هنا والواي. طب الواي عندنا اللي هي مين؟ تايم في 100. تمام. اذا لو انا عملت زيرو، بص كده اللي هيحصل، كده انا ضمنت ان الحركه بتاعتي حركه متغيره، وغير كده كمان ضمنت ان الحركه بتاعتي اكس ثابته والواي هي اللي بتتغير. الحركه دي سموز قوي جدا 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 عن الكي فريمز. بالمناسبه الاكسبريشن اللي انا كتبته استخدمه على اي خاصيه انت عايز تثبت قيمه محور فيها وتحرك المحور الثاني، سواء اوفست سواء ترب سواء بوزيشن، اي حاجه ليها اتنين بارامتر ممكن تشتغل بالاكسبريشن دوت. اقفل بقى خلاص الديسبليسمنت ماب، انا مش عايزها. اخد الديسبليسمنت اللي انا لسه عاملها احطها في الكومبوزيشن بتاع الووتر، انا مش عايزها هي نفسها، لكن انا عايز اخد خريطه اللون اللي فيها ك لير ماب للديسبليسمنت في الفورم. الفانكشناليتي هقول له خد لي الار والجي والبي تو اكس واي وزد، معناها خد لي الالوان اللي موجوده في الديسبليسمنت اللي هي في الفراكتال نويز، حطها لي للاكس والواي والزد بتاعت البارتكلز بتاعت الفورم. طيب عمرها ما هتشتغل حتى لو انت رحت من هنا قلت له ديسبليسمنت. ليه ما اشتغلتش؟ لان انت عامل ماب اوفر، يعني هو هياخد الكلام ده يحطه فين؟ ما انت عامله باوف. لكن لو قلت له اكس وواي خدت الويفز اللي انت عايزها. طب قبل الكلام ده كله لو خدتوا بالكم انا عندي هنا ترانسبيرنت، طبعا كده هيعمل لي مشاكل. هروح للير نيو سوليد وهسيبها سودة زي ما هي واحطها ورا. دي كده الووتر، دي كده الووتر. طبعا عايز ازود السترنج ازود. تعالوا كده نشوف، نعمل رندر ونشوف الدنيا هتمشي ازاي. الووتر ماشيه عكس الاتجاه اللي انا عايزه. الووتر كده، الووتر ماشيه عكس الاتجاه اللي انا عايزه. حاجه من اتنين، اما ان انا اروح للديسبليسمنت تمام واضغط يو، وبدل ما انا ضارب هنا في 100 هضرب في سالب 100 اعكس الحركه، او ان انا اروح للووتر سيرفس وبدل ما انا عامل روتيشن الاكس ب 90 اعملها بسالب 90. بالمنظر ده هلاقي الووتر جايه ناحيتي بدل ما هي رايحه الناحيه الثانيه. احنا جينا عملنا كده هنلاقيها بيه المنظر. طيب ما تيجوا نقفل الكومب فيور ده ونفتح الديسبليسمنت ده. اقفل ده ليه بقى؟ انا عايز اشتغل على الديسبليسمنت واشوف التغييرات هنا على طول. طيب لو انا السب انفلونس قللتها شويه، خدتوا بالكم دي بتنزل اختفت، زودت. بصوا لو انا اشتغلت على السب سكيلينج، يعني بيتهيألي يعني فرق السماء من الأرض، حتى الروتيشن هتفرق، حتى الروتيشن هتفرق، حتى في الإيفولوشن لو قلت له السايكل إيفولوشن هيديني سموث لوب، لو زودت السكيل اداني ديتيلز تانية، روتيشن اداني ديتيلز تالتة، براحتك اعمل اللي أنت عايز. الكونتراست بقى ممكن تبهدل الدنيا، لو عملت كده باظت. انا هخليها 100 زي ما هي. ممكن السبلاين او السوفت سبلاين، يعني حسب بلوكس. جميله، خليها سبلاين زي ما احنا. الكومبلكستي ممكن اخليها ارجعها 6. حلو قوي 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 البتاع دي. لو قللت دي شويه سموث سموث تمام. اخلي الايفولوشنز مثلا ب، خليها ب 2، مش هتفرق بصراحه يعني. حلو كده، حلو كده. نقفل بقى الديسبليسمنت ونخلي الفيور مفتوح.
فاضل ان انا اروح للبارتكلز اغير اللون خليه زي ما انت عايز. حلو قوي اللون ده، ليه بقى؟ عشان اللمعانات اللي هنا دي. حلو قوي اللمعانات اللي هنا دي. بعد كده فاضل ان انا اروح للفراكتال فيلد واخلي النويز او بي اس نويز، اسف اي بي اس نويز. اي بي اس نويز هيحافظ لي على شكل الفراكتال نويز اللي موجود في الماب. بصوا كده تمام. لو انا بقى رحت للديسبليس ده خليته بتاع 10، شفتوا؟ ممكن اروح للايفولوشن سبيد. الاول قبل ما نروح للفلو ايفولوشن اللي هي سرعه الحركه، بصوا كده اما نشوف هل السرعه مظبوطه ولا محتاجه ظبط. سرعه ايه؟ مش سرعه الفراكتال نويز، ده انا بتكلم على سرعه التموجات دي. التموجات دي رايحه وجايه يمين وشمال زي ما انت شايف كده، حته يمين وشمال دي اللي ماسكاها الفلو ايفولوشن. هنشوف والله كويسه هنسيبها، مش كويسه هنغيرها. انا متهيألي كويسه جدا. ممكن اغير في الديتيلز لو غيرت الاف سكيل، لو خليت مثلا اف سكيل دي وليكن 20، ديتيلز زي الفل. طيب بعد كده كومبلكستي وليكن نخليها ب 8. على فكره ديتيلز ماشي بس هتقل لنا الدنيا على الفل. خلينا زي ما احنا كده كويسين وحلوين. بس كده ده اللي انا هشتغل عليه في مش بس قوي طبعا، بس ايه هنخلي دي مثلا 450 عشان نملى بس الفراغات لو في اي فراغ. طب حلو قوي كده. طب اللي حاصل بقى دلوقتي، مش عايز ال اقول عليها ايه، الرؤوس دي انا عايز اجيب جمع كلمه بوز بس مش لاقي. يعني الرؤوس دي انا عايز الرؤوس دي تتدارى. هروح هنا واقول له سي سي فيكتور بلر. الفاست بلر على فكره كان هيضيع لي ديتيلز، ميزه الفيكتور بلر انه بيروح لكل بارتكل ويشتغل عليه. لو خليت دي بتكون مثلا 10، حلو. الريدج سموث اللي هي السموث بتاعت الديتيلز الصغيره اللي جوه دي، لو انا خليت دي زيرو بص كده اللي هيحصل في الديتيلز دي كده، شايف؟ ضاعت. الماب سوفتنس اللي هو السوفت اللي بين كل، شفتوا العروق دي؟ اللي بين كل عرق والتاني، انا مش عارف اسميها ايه، بس الفاينز دي اللي بين كل عرق والتاني، اللي بين كل فاين وفاين، هي دي الماب سوفتنس. ممكن ازودها شويه كده بحيث ان انا اخلي الحاجه تمسك في بعضها. ممكن بعد كده العب بقى في الطيب، غير لغايه ما تلاقي حاجه تمشي. الله، اعتقد ده يمشي معانا حلو قوي، بس نجرب الباقي. لا ده مش هينفع، ده ولا ده هينفع. خلينا في الباشا ده. جميل جدا 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 جدا. نعمل ريندر كده ونشوف. حلو قوي الحكايه دي على فكره. جميل. لو رحنا بعد كده حطينا متهيألي فورم فيه خاصية زي بارتيكولر اللي هي الشادو، متهيألي فيه موضوع الشادو او الشيدنج بتاع اللايتس. بفكر ان انا ادي بقى، يعني عايز ادي عمق او ادي ديبس. لو رحنا لاير نيو، لا مش سوليد، لاير نيو لايت، خلي اللايت ده بوينت لايت وخلي الضوء بتاعه ما هو كده ونعمل اوكي ولا اثر باي حاجه. ليه بقى؟ لو رحت للفورم نفسه فين عندي شيدنج؟ شيدنج نفس التاب ده موجود في بارتيكولر على فكره. لو خليته اون حرك بقى، خد عندك كده شويه. طلعه فوق.
دبل جيت، زق لورا. يعني احنا عايزين ننور حتة كويسة كده. طبعا انت وراحتك. نزوق كده لورا. حلو اوي الحتة دي كده. عايز تزود زود، مفيش اي مشاكل، بس انصحك لا زود، مفيش مشكلة. طب لو رحنا للاير نيو سوليد، لا مش لاير نيو سوليد، هاخد ال الووتر سيرفس ده واحط عليه الشاين، احط عليه شاين، خلي الشاين بقات طبعا لان انا عايز اشوف ال السورس نفسه، واظبط دي كده كده مثلا، وبوست لايت خليها ولتكن باتنين ولا حاجه. طبعا ولا حاجه حصلت ليه؟ لان انا اساسا الكلر مش زي ما انا عايز. لو خدت ده خليته ازرق وده زيه، كده مثلا، وقللت طول الاشعه دي، كده، وعليت البوست لايت كده مثلا 8 بي بي سي. وانا اقول البوست لايت دي اصلا لو واحد، لو اتنين ولا تلاتة تبوظ الدنيا. طب لو انا خليتها اتنين ونروح بس هنا اضغط الت كليك عشان تبقى لو 32 الدنيا هتبوظ. خلينا على 16 او خلينا على 32 مفيش مشكلة، بس يعني نظبط الدنيا شوية، نخلي دي 2.5 تمام، ولا نزود سنة. شفتوا بقى الفرق؟ وانا اقول دي لما بتزيد ده 20، دي كانت ضايعة يعني. طب كده حلو قوي، جميل قوي قوي قوي. فاضل بعد كده ان انا احط الارضيه، فاضل ان انا احط الارضيه. الارض على فكره هي نفس المبدي. طب ما ناخد دي كنترول سي وارمي دي هنا كنترول في، اسحبها تحت الوتر اف 4 3 دي روتيشن على على اكس، لا سالب 90 زي ما هي عشان يبقى نفس الاتجاه. بس ده انا مش هتطلع نفس الاتجاه. طب لو انا عملت كده وجيت مشيت، لا نفس الاتجاه، مظبوط مظبوط مظبوط. طيب اس فك دي، خلي السكيل كبير قوي، اكس نفس الموضوع، وطبعا زق بقى على ورا زي ما انت عايز. تعالى عشان ندي احساس بالحركة خلي الكومبلكسيتي ولتكن 12 عشان يبقى فيه هنا كونتراست، علي سنة، ترانسفورم، شيل سكيل، و و و دي بقى نزودها سنة كده، نزودها سنة يعني حاجة بالشكل ده كده. لو انا بقى شلت دي كده ايه بالمنظر ده، لو رفعت بقى دي لفوق ممكن ازق الورا زي ما انا عايز، ازق بقى زي ما انت عايز تمام بالشكل. هروح ل الديسبليسمنت ماب دي واخد كيرفس اضلم
الفكرة ان انا عايز الحواف دي ما تبانش. بس كده جميل، كده حلو حلو قوي 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 الموضوع ده. نروح بعد كده لريد، اسحب الريد منها عشان نديها نفس الكالر. اعلى بالجرين، عندك بعد كده البلو، اعلى بالبلو. تمام. على فكرة لو دي فوق دي مش هتتأثر بالايه؟ بالشاين، لكن لو دي تحت دي هتتأثر بالشاين. ما تيجوا نعمل كنترول اس لحسن لو جرى حاجة هيجرالنا يعني يعمل لنا مشكلة. خلوه على البروجكت القديم، يعني هسيب لكم على نفس البروجكت. تعالوا نعمل ريندر ونشوف. نشوف شكل الريندر، شايفين؟ حاجة في منتهى الجمال بصراحة. نيجي بعد كده لحبة ال محتاجة ظبطة. هو راح فين؟ اهي. ممكن نزود سن. انا متهيألي احنا هنا رفعنا الالوان حبة، فعملت الايه؟ عملت المشكلة دي. او ان انا اروح خليها كده، متهيألي كده مدارية. لو رحت للديسبليس خدتها جوه، زقها كده، اعتقد كده ما عادش فيها. كده تمام. حلو. نيجي بعد كده شويه الديتيلز اللي هتتعمل، الديتيلز الصغيره اللي هتتعمل عشان تدي لوك كويس. لو رحنا لير نيو سوليد وسمينا دي بابلز، ما بعرفش اكتبها كلمه بابلز دي بصراحه. طب نسميها ايه؟ محدش يضحك، ايه اللي جت في دماغي بقى؟ نروح بعد كده لبارتيكولر. تعالوا نمشي بس في النص كده عشان يبقى بارتيكولر واضح. طبعا مش عايز الكميه دي كلها، خلي دي ولتكن 20، حاجه صغيره كده. طبعا مش عايز بوينت، عايز بوكس عشان اعرف افرده زي ما انا عايز. زقه بقى ورا، يعني البوكس ده فين الزد زد زد بوزيشن؟ اسحب اسحب لورا خالص على قد ما تقدر، و روح للسايز بتاع الاكس كبر. على فكره انا بمسك شيفت وانا شغال علشان اكبر بمقدار كبير. الواي لا سيبك من لا خلي الواي ممكن كده اهو، و الزد نفس الحكايه. طيب كده البارتكلز دي، يعني انا لو عملت سولو للبارتكلز، البارتكلز بتطلع بس تتحرك في 50,000 اتجاه، تتحرك في كذا اتجاه. ده في حد ذاته حلو. طب خلي دي 40، وهنعمل طبعا انا مش عايز، يعني هم المفروض في اول مش عايزهم يطلعوا كده، انا عايز يبقوا هم موجودين اصلا. عشان تخلي البارتكلز موجوده مفيده جدا على فكره لو عايز تعمل دخان او سحاب، السحاب ما بيطلعش مره واحده كده. لو رحت للاميجن اكستراز وخليت بريرن ب 100، يبقى انا كده ضمنت ان هم موجودين، مش هيطلعوا مره واحده. ممكن الواي ده اكبره على فكره حبه. ممكن اخلي البارتكلز نفسها زي ما هي بس في راندوم في السايز ب 100% كمان، وراندوم في الاوباسيتي، والكالر هعمله راندوم فروم جريديان. طبعا مش بالمنظر ده يعني. هروح ل اخد البريسيت بتاعه الاسود والابيض، واخلي دي مثلا كل الوان البحر بقى اللي تخطر على بالك. يعني هناخد اللون ده،
واخد معاه اللون ده، واخد معاه حاجه فاتحه بقى واللون ده كده مثلا، تمام. و نزق اذا كده، يعني اعمل اللي انت عايزه. طبعا سايز اوفر لايف الكيرف دوت عشان ما يبقوش كلهم طالعين مره واحده ولا يختفوا مره واحده. لو شلت هلاقيه الموضوع حلو قوي جميل قوي. هو انا لو قلبت دي كلاودلت وخليت الماستر اوباسيتي بتاع الكلاودلت دي اوقع، دي اوقع من السفير على فكره، يعني دي اوقع من السفير. حتى لو تعالوا نعمل ريندر كده ونشوف الدنيا شكلها ايه في الريندر. شوف كده، تمام. لكن كده حلو قوي، ما اعتقدش انها هتحتاج اللون ده، هتحتاج لون اغمق، لون ايوه كده كده اللون اتطفى شويه. بلند مود زي ما هو مفيش فيه مشاكل. فيزيكس هروح لاير واعمل فين التربلونس فيلد، وهعمل التربلونس على البوزيشن بحاجه سواء بحيث البارتكلز ما تفضلش واقفه مكانها منتظمه قوي كده. بس كده ممكن اعمل ويند على الواي بحيث تبان البارتكلز دي نازله لتحت. ويند على الواي سولو، ايوه بالظبط كده البارتكلز تبقى نازله لتحت مش لفوق. تمام. في بس نقطة كمان صغيرة، ان انا عاوز اعمل روتيت على الاكس روتيشن. يعني انا عايز اخلي البارتكلز دي نازلة من فوق، من فوق لتحت بالشكل ده. بس طبعا هحتاج ان انا اعمل دي 90 درجة. اقول لكم خليها زي ما هي بدل ما نقعد نرجع نكبر في نعكس، هنعكس الاميتر سايز، خلوها زي ما هي احسن. طيب نعمل بعد كده برضو البارتكلز، في بارتكلز تانية لو عملت كنترول دي دوبليكيت للبارتكلز دي. بس هخلي كل حاجة زي ما هي، كل حاجة زي ما هي. لكن هاجي على فين الويند، فين الويند، فين الويند، ادي الويند، هعمل دي بزيرو، تمام. والواي هقلل الواي اخليه بتاع 100، واخلي الويند بقى على زد عشان تيجي في اتجاه الكاميرا. يبقى كده عندي اتنين بارتكلز، واحدة شغالة عشوائي فوق وتحت، تمام، والتانية في اتجاه ايه؟ في اتجاه الكاميرا. يبقى لو احنا جينا شلنا الاتنين دول ورحنا عملنا زيرو عشان نشوف الرندر، هنلاقي الرندر بالشكل اللي احنا هنشوفه حالا. يعني كده في شويه ديتيلز حلوه قوي. نكمل. طيب ده سي دوست،
to toward with a C dust random عشان اميزهم بس عن بعض. كده عملنا الأرضية، عملنا الدست، عملنا فضل ان احنا نعمل حاجة زي السموك او الدخان. تعال ناخد نفس التورد ده نعمله سموك. هو باستثناء ان انا هكبر العدد ده هخليه بتاع 80، والمفاجأة بقى ان انا هكبر السايز ده هخليه بتاع 400. الاوباسيتي فين؟ اهي الاوباسيتي دي انا هخليها بتاع 2 عشان اخد الجو ده، يمكن كمان مش 2، والراندوم هخليه 0. الراندوم هخليه 0. ايه عندي بعد كده؟ الاوباسيتي اقل عن كده كمان، هخليها نص. بس انا عايز الجو ده حلو قوي الجو. ممكن، طب ممكن نعلي على النص شويه، نخليها بتاع 8 من 10. شوفوا فرقت. بس ايه بقى، احنا ممكن نيجي لده، هو ده اللي عامل المشكله. طيب احنا ممكن نقلل ده نخليه كده وده نخليه كده، بس الباشا اللي فاتح ده انا عايز اخليه غامق شويه عشان ايوه الدنيا كده تبقى كويسه. في نقطه كمان نسيناها في التورد ده، انا عايز انزل تحت واروح للريندرنج وموشن بلر واعمل اون، اعمل موشن بلر بون، والتايب ممكن اخليه سب فريم سامبلنج بحيث شكلها يبقى كويس. البوست اوباسيتي طبعا هي الاوباسيتي بتاعها خفت، ممكن ارجعها تاني بس خليك حذر قوي انه بيرجع بطريقه فظيعه. ممكن اخلي دي 16 عشان تبان كانها خط واحد كده، وكنترول اس واخد كل دول تحت الووتر سيرفس. ده انا خدت حاجه معاهم تاني، انا خدت ايه تاني؟ ما هي البلند مود صحيح، خليها زي ما هي كده تمام، خلينا زي ما احنا عشان البلند مود ما بوظلناش الدنيا. تعالوا نعمل ريندر وارجع لكم بعد ما نخلص الريندر.